ومجلس محافظة كركوك لعودة نازحي المناطق المحررة والآمنة في محافظة ديالى إلى مناطقهم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة في حال عدم استجابة تلك الجهات لقرار مجلس محافظة كركوك. نتيجة العبء الذي تشكله العوائل النازحة على مواطني كركوك وفي ظل عدم قيام الحكومة الاتحادية بواجباتها تجاه النازحين وعدم صرف التخصيصات المالية للمحافظة، قرر مجلس محافظة كركوك وبالأغلبية إمهال الحكومة المحلية في محافظة ديالى ومجلسها ورئيس مجلس النواب ووزارة الهجرة والمهجرين ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب مهلة شهر واحد للتنسيق مع مجلس محافظة كركوك وإدارته لعودة العوائل النازحة إلى مناطقها المحررة والآمنة في محافظة ديالى. تم تصويت بالإجماع بالأغلبية على عودة نازحي محافظة ديالى والمناطق المحررة العسكريا وأمنيا إلى مناطق سكناهم بعد إخفاق الحكومة الاتحادية والوزارات ومجلس النواب العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي بتهيئة الأجواء المناسبة لعودة النازحين وتحمل هذه المحافظة لمدة أكثر من سنة رغم عدم تعاون كافة الوزارات على رأسها وزارة الكهرباء، حيث نجهز أكثر من 150 ميجاوات للنازحين واستنزاف في الماء وكذلك استنزاف في المجال الخدمي حتى زاحموا أبناء محافظة كركوك في الفرص العمل وكذلك في المجال السياسي. أثر على أبدت تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة، أكثر من 500 ألف نازح موجود في محافظة كركوك مع عدم تعاون الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين وكافة الوزارات التجارة والكهرباء والماء كما ذكرنا في دعم العون لهؤلاء النازحين من الناحية الإنسانية. لذلك لمدة شهر واحد أمهلنا الجهات الذي ذكرتها، المؤسسات ذات العلاقة، مجلس الوزراء، مجلس النواب العراقي، محافظ ديالى ورئيس مجلس محافظة ديالى ومجلس ديالى في تسهيل عودة هؤلاء إلى مناطق سكناهم. أعضاء مجلس محافظة كركوك أكدوا بأن إدارة ومجلس محافظة ديالى لم تنسق لحد الآن مع إدارة ومجلس محافظة كركوك في كيفية تقديم الخدمات للعوائل النازحة أو إعادتهم إلى مناطقهم المحررة، مطالبين الحكومة المحلية في محافظة ديالى بالعمل على إعادة العوائل النازحة والتنسيق مع إدارة ومجلس محافظة كركوك بهذا الصدد. بالنسبة للنازحين الموجودين حاليا في محافظة كركوك من أهل ديالى هم ضيوفنا الكرام، ولكن نحن نأمل من أهالي محافظة ديالى العودة إلى مناطقهم بسلام كونها محررة، لأنها تسبب لنا مشاكل جمة في محافظة كركوك منها مشاكل أمنية وخدمية، حيث أن الحكومة الاتحادية يعني لم تفي بواجبها أزاء النازحين الموجودين، ونحن حاليا لدينا عبء كبير في هذه الحالة بالنسبة لاستخدام الماء والكهرباء والمواد الصحية والمستلزمات بشكل عام. حتى وإن كانت دور هؤلاء النازحين مهدمة، فعلى الحكومة الاتحادية أن تقوم بواجبها أزاءها وتبني لهم خيم أو دور بالمقابل، وتحاول عودة الأهالي بشكل عام إلى مناطقها في محافظة ديالى وأغلب المحافظات العراقية التي هناك فيها مناطق محررة، لكي يزيل العبء عن هذه المحافظة وأن لا تكون هناك تغييرات سياسية أو ديموغرافية تؤثر على محافظة كركوك بشكل عام، لأن لنا مشاكل جمة في هذه المحافظة وأثقلت كاهل أهالي كركوك. أكو تنسيق بين محافظة كركوك ومحافظة صلاح الدين بخصوص عودة النازحين، وأنتم شاهدتم كم من العوائل عادت إلى صلاح الدين، لكن في ديالى لا يوجد تنسيق لحد الآن رغم مطالبنا من الإدارة في ديالى ومجلس ديالى وحثهم على الحضور إلى كركوك والتنسيق من أجل إمكانية عودة العوائل التابعة لمحافظة ديالى إلى مناطق سكناها. عودة العوائل النازحة لمناطقها المحررة يساهم في رفع الأب المتزايد على مواطني كركوك ومن جميع النواحي وخاصة الأمنية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية. يشار خالد، فضائية كركوك.